أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي: تخاف من الموت؟ أنت خائف الآن من الموت؟ قال: تظنون أني أخاف من الموت؟ والله لا أخاف من الموت، إنما أخاف مما بعد الموت. القضية ماذا بعد الموت؟ إبراهيم النخعي سمعتم به، رجل عابد، رجل صالح، قبل الموت بكى. قيل: ما الذي يبكيك؟ إذا كان الصالحون يبكون ماذا يفعل غيرهم؟ ماذا يفعل غيرهم؟ قال: تدرون لما أبكي؟ قالوا: لما يرحمك الله؟ قال: أنا الآن، هذه الأنفاس الأخيرة، قال: أنا الآن أنتظر ملك الموت، أنا منتظر الآن، إما يبشروني إلى الجنة وإما يبشروني إلى النار. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس. لا تقل بقي على عمري سنة وسنتين، ما يدريك، ربما وأنت تسمعني الآن يأتي ملك الموت، أليس كذلك؟ كل نفس ذائقة الموت. شوف اللفظ القرآني، ذائقة كأنه طعام، كأنه شراب،